طبعا معالي الرئيس، احنا نتكلم الان، يعني انا ما شفت كذي في المجلس من قبل ولا مجلس. انا قبل لا ادخل المجلس كنت اغطي في الاعلام. الماده 38 من اللائحه تتكلم عن عمل اللجان في وضع تقاريرها وتوصياتها ودراسه بشكل صحيح، وتتبنى اللجنه ومقرر اللجنه ورئيس اللجنه كل ما يذكر في التقرير. ومفروض اذا واحد قال راي مخالف مقرر اللجنه او الرئيس، اذا وافق الراي يبدي الاسباب للمجلس. في نظام، بس طرح راي ابعد وقاموا الاخوان يلا احنا معه. انا مساء قاعد اسمع، ابي اسمع المبرر. ما صار هذا الامر من قبل، يسحبون التقرير بدل هذا الحديث العلني للجنه، وهناك يتفاهمون وغيره ويعدلون توصياتهم وامورهم حتى ياتي تقرير مهني. امر محرج والله العظيم محرج. يعني انا مساء قاعد اقول الاخوان في اللجنه ايش قاعد يسوون، رئيس اللجنه والمقرر، انت جاي هني مراجع متبني كل النقاط اللي ذكرته في دقيقة تقول لي هاي كل النقاط ترقطوها في الخمام. بس أنا فقط والله خوفا عليهم، هاي ما يصير ذي الموضوع واضح. يسحبون التقرير وبناء على اللائحة الداخلية يعدلون تقريرهم بشكل مهني ويبونه ويقولون ليش غيرنا الآراء. أما بهذه الطريقة ما يجوز. هم اجتمعوا أكيد مع معالي وزير المالية، مع الأخوان في اللجنة المالية، عطوهم الأرقام واسمعوا هذه الردود وحطوا بعد ذلك الملاحظات. صحيح. فقط للمجلس يا جماعة، يعني